بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هذه الصورة لطائرة ترش مواد صلبة، جزيئات صغيرة صلبة من ثاني أكسيد الكربون. طبعا ثاني أكسيد الكربون مادة سامة، ولكن لماذا تفعل ذلك؟ الحقيقة أحببت أن أعلق على هذه الصورة. هناك ما يسمى بالمطر الصناعي، وهذه تسمية خاطئة، حيث يفتخر بعض الملحدين يقول نحن استطعنا أن ننزل أمطارا صناعية، وكأنه هو الذي يصنع المطر وينزله، ونستطيع أن ننزل المطر في أي وقت شئنا. إذن النبي كما يقول، طبعا النبي لا يعلم، عندما قال مفاتيح الغيب خمسة ومنها لا يعلم متى ينزل المطر إلا الله. إذن نحن الآن نعلم متى ينزل المطر، وبالتالي الحديث هذا النبي غير صادق في دعوته. الشيء الثاني، الله تبارك وتعالى يقول أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ يقول بعض المشككين نحن استطعنا إنزال ماء من السماء في الوقت الذي نريد، وضمن ما يسمى بمشروع الأمطار الاصطناعية. إذن أين الإعجاز؟ وبالتالي هذا الإله حاشا له طبعا لا يعلم أن البشر سيتطورون ويتمكنون من إنزال أمطار اصطناعية. إذن القرآن غير صحيح، السنة غير صحيحة، أو النبي لا يعلم ما يقول، وبالتالي هذا الدين غير صحيح. دعونا أيها الأحبة أولا ندرس ماذا يحدث في القمر، في المطر الصناعي. الملحد يستغل جهل وضعف، وبخاصة الشباب، في الضعف العلمي في الجوانب العلمية، فينفذون من هذا الباب، وبالتالي بعض الناس يتأثرون وربما يشكك. أولا أيها الأحبة، دعوني أكبر الصورة قليلا. هذه الطائرة تلوث الجو أولا، والأمطار التي تنزل غير صالحة للشرب، ملوثة. انظروا، الله تعالى يقول أفرأيتم الماء الذي تشربون، الماء العذب، أأنتم أنزلتموه من المزن، المزن هي الغيوم الثقيلة المحملة بالماء. هناك غيوم ضعيفة الماء، وزنها خفيف، هذه أمطارها قليلة، إشارة إلى المطر الغزير. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ طيب، لنرى الآن كيف تتم عملية إنزال المطر الصناعي، ونحكم من الذي أنزل المطر. أولا، جزيئات الكربون هذه أو ثاني أكسيد الكربون أو بعض مركبات مثل ملح، يستخدمون ملح الطعام أحيانا، كلور الصوديوم، يستخدمون مواد أخرى، ولكن بالنتيجة كلها تعطيك أمطار غير قابلة للشرب. أولا، هذه المادة التي يضخها العلماء هنا، هذه المادة أيها الأحبة هي من صنع الله، الله هو من صنعها. المادة الأولية التي صنعت منها هذه الطائرة، الألمنيوم والبلاستيك والمعادن، الله هو الذي خلقها أصلا، وإلا نحن من أين نأتي بالمواد الأولية التي نصنع منها الطائرات والسيارات والكمبيوترات؟ كلها مخلوقة. طيب، لماذا يرش العلماء هذه المادة أو هذه الجسيمات الصلبة في على ارتفاع محدد مناسب لتشكل المطر؟ جزيئات الماء أيها الأحبة، جزيئات الضباب هذه، أو جزيئات الماء الصغيرة جدا، قطيرات الماء التي نجدها معلقة في الهواء، وترتفع بفعل قانون الكثافة. قانون الكثافة الله هو الذي وضعه، والماء الذي صعد أصلا من البحر وتبخر الله هو الذي خلقه. تمام أحبتي في الله. الآن، من القوانين التي وضعها الله سبحانه وتعالى
أنه يجعل قطيرات الماء الصغيرة تتجمع وتنجذب حول ما يسمى بنويات التكثف. يعني هذه المادة، جزيئات ثاني أكسيد الكربون، جزيئات الملح، ذرات الغبار، أي شوائب، قطيرات الماء الصغيرة، آلاف القطيرات تأتي وتلتصق حول هذه النوية، نوية التكثف أو ذرة الملح الصغيرة، وتشكل قطرة ماء. آلاف القطيرات الصغيرة التي لا نراها تشكل قطرة ماء صغيرة يمكن رؤيتها بالعين. طيب، هذا القانون، قانون انجذاب قطيرات الماء نحو هذه الشوائب، الله هو الذي خلقه أيضا، وهو الذي أوجده. الماء له خصائص مذهلة أيها الأحبة، أنه عندما يتحول لبخار يصبح أخف من الهواء، وبالتالي يصعد للأعلى. هذا أيضا القانون، الله هو الذي خلقه. انظروا سلسلة. طيب، الماء له خاصية تسمى بالتوتر السطحي، هي التي تجعل جزيئات الماء تتماسك حول بعض الشوائب وتلتف وتشكل هذه القطرات. تجمع هذه القطيرات أو القطرات وانجذابها لتشكل غيمة قابلة لإنزال المطر، هذا القانون الله هو الذي وضعه. طيب، الكهرباء الموجودة في الجو والتي من دونها لا يمكن أن يتشكل مطر كما تعلمون، أو كما يعلم بعض من درس هذا المجال، هناك توتر كهربائي، فرق في الكهرباء. هناك شحنات سالبة موجودة عادة تكون في الغيوم، وشحنات موجبة على الأرض. هناك فرق في التوتر. هذا الفرق يحدث ومضات البرق، ومضات البرق أيها الأحبة هي التي تزيد من انشحان هذا الجو كهربائيا، وتزيد من حركة هذه القطيرات الماء، وتساهم في تجمعها ونزولها على شكل أمطار بطريقة عجيبة جدا. العلماء لا يتدخلون في كل هذه العمليات، العلماء فقط يلوثون البيئة ويرشون هذه الشوائب فقط. لأن الأمطار أصلا أيها الأحبة كيف تتشكل؟ الأمطار الحقيقية التي تنزل عندما تتبخر من أسطح البحار هذه المياه على شكل بخار ماء، تعلق معها ذرات الملح. وهذا أحد أو الحكم أن الله خلق ذرات الملح. ذرات الملح هذه تعمل كنويات تكثف، تتكثف حولها قلنا قطيرات الماء. الغبار الموجود في الهواء أيضا يصعد مع هذه، مع بخار الماء هذا. بعض الشوائب الموجودة في الهواء تصعد، كلها تعمل كنويات تكثف، ولولا ذلك لا يحدث المطر أصلا. إذا أحبتي في الله، ماذا أنزلتم أيها الملحدون؟ فقط ترشون قليلا من الملوثات فتحدث غيمة بقوانين الله وضعها، وبخار الله خلقه، والملح الذي ترشونه الله خلقه. ثم تقولون استطعنا أن ننزل ماء غير قابل للشرب، والله يقول لكم أفرأيتم الماء الذي تشربون. ماء المطر أيها الأحبة من ميزاته أنه ماء مقطر، ماء نقي. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الشيء الثاني أيها الأحبة، العلماء حتى الآن لا يستطيعون أن يتنبؤوا بموعد نزول الأمطار حقيقة. حتى هذه الطريقة أحيانا تنجح وكثيرا ما تفشل، غالبا ما تفشل. يعني يحاول العلماء إجراء الكثير من التجارب. لو كانت هذه الطريقة تنجح، سأعطيكم مثال بسيط. هناك مثلا مثل دول الخليج، دول لو كان بإمكان العلماء إنزال مطر صناعي لأنزلوا أمطار صناعية. بالعكس، رأينا خلال الأعوام السابقة أمطار طبيعية تأتي تنهمر انهمارا
وحتى تغرق الأرض، سبحان الله، عطاء من الله. طب لماذا لم يتوقع علماء الأرصاد بأن هناك أمطار غزيرة ستأتي في يوم كذا؟ إذا لا يعلم متى ينزل المطر إلا الله. إذا النبي لا ينطق إلا بالحق صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني، الآية الكريمة: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أنا عندما أقول لك أنا تمكنت من صناعة كمبيوتر، ماذا يعني؟ يعني أنا صنعت المادة الأولية، وضعت البرامج، وضعت الخطط، صممت الشاشة، قمت بكل هذه الأمور. أما أن يأتي شخص هو فقط حمل هذا الجهاز من مكان إلى مكان ويقول أنا أنزلته أو أنا وضعته، لا. الله خلق المواد، وخلق الماء وذرات الماء والضباب والبخار، وخلق القوانين، وخلق أصلا درجة الحرارة في الغلاف الجوي مناسبة، لو كانت أكثر أو أقل المطر لا ينزل، حتى لو وضعنا أطنان من هذه المواد لن يحدث شيء. الشيء الثاني، يجب أن يكون هناك درجة حرارة مناسبة تقترب من الصفر، يجب أن يكون أو أقل من الصفر، يجب أن يكون هناك تيارات هوائية مناسبة، شحنات كهربائية مناسبة، عوامل كثيرة. لذلك أيها الأحبة، نحن نقول علميا كل من يدعي أن العلماء استطاعوا أن يتنبؤوا بموعد نزول الأمطار، نقول لهم أعطونا خرائط دقيقة لموعد نزول المطر مثلا لمدة شهر. لا يوجد هذا الكلام. فقط يعني إذا جاء ملحد ليشككك ولعطيني خريطة غدا أين سينزل المطر بدقة، نحن نتنبأ بالكسوف ولو بعد 10 سنوات أو 100 سنة. هناك خرائط لمئة سنة وأكثر تتنبأ بالكسوف. لماذا؟ لأن العملية محسوبة، الشمس والقمر بحسبان. أما هنا لا يمكن. النبي لم يقل لنا، لو كان النبي بشرا عاديا لقال مثلا لا يعلم متى يحدث الكسوف إلا الله، لا، لم يقل ذلك، بل قال هي ظاهرة طبيعية، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته. طيب النبي عندما قال لا يعلم متى ينزل المطر إلا الله، هذا الكلام علميا دقيق 100%. ولو كان هذا الكلام غير صحيح لوجدنا خرائط تقول لنا يوم كذا سينزل مطر بكمية كذا بقياسات كذا، تماما مثل الكسوف. خرائط الكسوف تبين لنا في يوم كذا سيحدث كسوف كلي في هذه المنطقة. منطقة مثلا الشرق الأوسط سيكون كسوف جزئيا، منطقة الهند وكذا سيكون كسوف 70%، هنا 50%، الساعة كذا، التوقيت كذا، بدقة. لذلك أيها الأحبة، الزلازل، الأعاصير، الكوارث الطبيعية، تسونامي وبما فيها ظاهرة نزول الأمطار، لا يعلم الموعد الدقيق إلا الله. وهذا أيضا أيها الأحبة له سبب، أن القوانين التي تحكم المطر قوانين كثيرة جدا لم يستطع العلماء الإحاطة بها. هناك آلاف المتغيرات التي تحكم نزول المطر، هم يملكون عدة متغيرات فقط خلال حسابات، يقول لك بنسبة مثلا 50-60% يمكن أن ينزل المطر، ثاني يوم تجد الجو صاحي ولا يوجد شيء، أحيانا ينزل مطر غزير على عكس ما يتوقع، زخات خفيفة، وأحيانا يكون الكلام صحيحا، لأن المعادلات التي يتنبؤون من خلالها تحتاج إلى حسابات ضخمة جدا. يعني لو اجتمع العلماء كلهم ليتنبؤوا مثلا بعد دقيقة ماذا يمكن أن يحدث، لا يستطيعون، لأن قلنا في فيديو عن علم الغيب لا يستطيع أحد أن يتنبأ ماذا يمكن أن يحدث بعد ثانية واحدة. لماذا؟ لأن هناك متغيرات ومعادلات كثيرة جدا في الكون. قد يأتي مثلا يحدث زلزال غير متوقع فيغير المعادلات والقيم، الكثافة والحرارة وكذا في هذه المنطقة. قد تمر يعني سرب من الطيور
يغيرون خريطة البيئة المحيطة في هذه المنطقة. يعني موضوع معقد جدا، نستطيع أن نقول ونختم أيها الأحبة، لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم متى ينزل المطر إلا الله، والعلماء لم يتمكنوا من صنع مطر ولا إنزال مطر، تمكنوا فقط من رش أملاح وشوائب وجسيمات صلبة قليلة يعني صغيرة جدا، يتجمع حولها تتجمع قطيرات الماء وتساعد على تشكل غيمة يمكن أن تمطر. هذا كل ما في الأمر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإيمان. وأختم بهذا الدعاء، أرجو أن يدعو به كل إنسان لديه شك أو يشعر بشك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.